السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. اذا الاتحاد الافريقي يصدر قائمه لمجموع المنتخبات المشاركه في كاس افريقيا، قائمه موسعه يعني فيها العديد من اللاعبين، حوالي في كل منتخب حوالي 50 لاعب من بين القوائم قائمه المنتخب الوطني. لكن الشيء الجديد في القائمه تاع المنتخب الوطني فيها حوالي 50 لاعب، فيها وجوه قديمه، فيها لاعبين بيكثر عليهم الكلام، فيها ياسين ابراهيمي، فيها سعيد بن رحمه، فيها الملالي اللي اخر مقابله لعبها مع المنتخب الوطني كانت ضد ايران لما دخل بديل لرياض محرز في عهد المدرب رابح ماجر. ايضا فيها فوزي غلام لاعب الخبره لاعب المنتخب الوطني مدافع الايسر، فيها ايضا لاعبين يعني فيها امير سعيود، يعني لاعبين يعني معروفين في المنتخب الوطني، لعبوا سابقا في المنتخب الوطني، اسماء قديمه في القائمه تاع 50 لاعب، لكن الكاف راح تعتمد فقط على 27 لاعب. 27 لاعب يعني بنسبه كبيره اتضحت القائمه اللي راح تشارك في كاس افريقيا، بنسبه كبيره بما فيها 27 لاعب، يعني بنسبه كبيره خلاص يعني ما بقاش باينه يعني. المنتخبات الاخرى ما ننساش منتخب بوركينا فاسو ايضا دار القائمه تاع 27 لاعب والاتحاد البوركينابي يضعها في الموقع نتاعو، ايضا المنتخب انغولا اللي ما فهمتش انا دار قائمه ب 23 لاعب، علاش مانيش عارف اسباب، يعني بقى فقط المنتخب الوطني اللي مازال ما علمش المدرب على قائمه نتاع 27 او 23 لاعب اللي راح يشاركوا في كاس افريقيا. منتخب موريتانيا راح يوم الاثنين القادم المدرب نتاعهم راح يعلن القائمه نتاع 27 او 23 لاعب اللي راح تشارك في كاس افريقيا. اذا المنتخب الوطني قائمه يعني طويله 50 لاعب مانيش عم نذكرهم كما تكلمتم، ياسين ابراهيمي، سعيد بن رحمه، فوزي غلام، ملالي، امير سعيود، لكن فقط راح نكتفي ب 27 لاعب بنسبه اكثر من 90% راح يكونوا هما، راح تكون هذه تقريبا القائمه اللي راح تشارك في كاس افريقيا. ايضا فيها مفاجأة اللي كنت متوقع انه يكون في القائمة وبالفعل كان في القائمة. هذا اللاعب سوف نكتشفه، نبداو نقراو من اول لاعب حتى اللاعب 27 يعني اللاعب الاخير. رقم واحد مصطفى زغبة، اثنين عيسى ماندي، جيطون ثلاثة، اربعة طوغاي، خمسة طوبة، رامي الزروقي ستة، محرز سبعة، يوسف بليلي، عودة يوسف بليلي بعد مطالب جماهيرية وبعض المحللين في البلاطوات قالوا بلي يوسف بليلي مستوى تاعو طلع ومستوى تاعو رجع، إذا يعود يوسف بليلي. وأنا كنت متوقع أنه يوسف بليلي وفيديوهات سابقة قلت لكم مستحيل أنه يستغني الناخب الوطني جماب الماضي على يوسف بليلي، أن يوسف بليلي تربطه علاقة رائعة مع المدرب والناخب الوطني شباب الماضي، فقط ابعاده كان باسباب فنيه واسباب ابتعاد عن الميادين، وكانت البطوله نوعا ما متوقفه، وبالتالي بعد ما يلعب في البطوله كنت متوقع بنسبه اكثر من 90% راح يرجع يوسف الدايلي لقائمه المنتخب الوطني، وهذا امر معروف يعني كل الجزائريين اللي تسقسي يقول لك يوسف الدايلي يرجع للمنتخب الوطني. عديد من الامور، المستوى نتاعو، الاداء نتاعو، ايضا العلاقه نتاعو مع جباب الماضي، هذا امر معروف. بغداد بونجاح 9، 10 سفيان فيغولي، 11 حسام عوار. حسام عوار اصابه حوالي شهر ابتعاد عن الميادين. هل راح يديروا في القائمه ومن بعد يشوف ممكن مانيش عارف يعطيه فرصه اخرى بعد بدايه الكان؟ الله اعلم. لكن انا شك انه حسام عوار راح يشارك، نسبة قليلة يشارك، ما شكيتش يشارك حسب الإصابة وحسب الصحافة الإيطالية اللي تقول ابتعاد أكثر من شهر. هذا حسب الصحافة الإيطالية. 12 آدم والناس لاعب ليل الفرنسي، 13 إسلام سليماني، 14 هشام بوداوي، 15 فارس شايبي، 16 موندريا، 17 ياسر لاروسي، 18 عمورة المتألق، 19 آدم زرقان، 20 يوسف عطال. يوسف عطال اللي في المحاكمة تاعو للأسف ما تكلمش على الشيء اللي صرا، ما درتش فيديو على يوسف عطال للأسف كنت مريض فقط، لكن ما تعرض له يوسف عطال يعني خزي وعار على دولة تدعي الديمقراطية. تدعي الديمقراطية. وقلنا لكم منذ مدة كانت تفكروا فيديوهات سابقة، قلنا لكم من الكفر من لا وحدة. تقول لي لا حقوق إنسان لا حرية لهم يحزنوا.
بهديله المحاكمه تعطلت بهديله وزيد اللي دوخ عفوا اللي دوخ ينشروها قال لك انشرها في الانستغرام عقوبه تاع 10 شهور سورسي يعني غير منفذ زيد انشرها في الانستغرام حقوق الانسان هذه هي 21 بن سبعيني 22 اسماعيل بن ناصر اسماعيل بن ناصر يدير مقابله ممتازه خاصه 23 دقيقه تكلمت عليها في فيديو سابق ضد مونزا دار مقابله رائعه افتك الكره وبنى الهجمه والهدف جاء الثالث جاء من اسماعيل بن ناصر بدايه الهجمه من اسماعيل بن ناصر اذا اسماعيل بن ناصر في قائمه يعني في 22 لاعب يعني في القائمه تاع 23 لاعب وزيد لها اربع لاعبين درتهم الكاف يعني 27 لاعب هنا في القائمه يبين باللي اسماعيل بن ناصر راح يكون اساسي مانيش نقول يعني يلعب مقابله اساسيه يعني في القائمه الاساسيه اللي راح تروح سواء 23 او 27 اذا بن ناصر كاين هذا ما يؤكد انه بن ناصر والمدرب شاف المقابلات نتاع بن ناصر شاف باللي المستوى تاعو قاعد يرتفع من مقابله لمقابله قاعد يرتفع مانيش عارفين ربما المدرب عنده فكر اخر ممكن يعتمد على بن ناصر بعض الدقائق ممكن يلعبوا في المقابله لما يكون فايز ممكن يلعبوا ربع ساعه ممكن يلعبوا نص ساعه ممكن يلعبوا الشوط الثاني ممكن يلعبوا منذ البدايه الله اعلم لكن ما دام موجود في القائمه نتاع 23 لاعب ما لحقتش الربعه تاع 27 يعني باللي راهو بنسبه اكثر من 90% راح يسافر لكوت ديفوار اذا اسماعيل بن ناصر عودته رايي قلته عودته مهمه بكل صراحه اسماعيل بن ناصر الحلقه المفقوده في المنتخب الوطني المشكله درك فقط في مده الغياب طويله نتاعو اسكو يقدر اسماعيل بن ناصر يرجع للمستوى نتاعو شفتوا في 23 دقيقة دار مقابلة ممتازة وجيدة اسكو يقدر يزيد يطور المستوى نتاعو ويزيد يرجع المستوى نتاعو القديم الايام راح تبين لنا الايام راح تبين 23 عودة الرايس مبولحي 23 الرايس مبولحي اللي تألق في المقابلة نتاع ضد الاهلي العملاق المصري الاهلي المصري وخرج مقابلة رائعة يعني ووجه لوجه وتصدى العديد من الهجمات نتاع نادي الاهلي المصري 24 رايان ايت نوري اللي راه بدا يرجع يعني في المنافسه وبدا يلعب مع ناديه ولفرهامبتون بعد ما كان مصاب 25 نبيل بن طالب الان رانا دخلنا بعد يعني من ايت نوري وطالع ورانا طالعين دخلنا في القائمه نتاع 27 127 عاديه تقدر تسافر ب 27 لاعب الكاف رخصت لك 26 اسامه بن بوط حارس اتحاد العاصمه 27 اغويري هنا تقريبا القائمه مضبوطه وبنسبه اكثر من 90% هذه القائمه اللي راح تسافر الكوت ديفوار ممكن الاشكال في حسام عوار فقط الاشكال في حسام عوار هل يبرى بالخف وبسرعه ولا يبقى مصاب واذا يبقى مصاب ممكن المدرب يجيب لاعب من القائمه تاع 50 هذيك ممكن نقول ممكن اذا اللاعب الوحيد اللي مشاركته فيها الشك هو حسام عوض يعني هذه تقريبا قائمه تاع 27 لاعب هذه هي اللي راح تشارك في كوت ديفوار اما البقيه فوزي يقول لها ياسين ابراهيمي بين قوسين تاع نعمر لا ليست وخلاص باش نعطوا لهم الكاف 50 لاعب لازم نعمروا لا ليست فقط انا نشوف باللي هذه هي كاين اللي يقول لي ممكن فوزي يقول راهو مستوى تاعو مليح وراه يدير في المقابلات لكن هذا خيار مدرب لازم نحترموا خيار المدرب وقتاش المدرب يكون غال النتائج كتبدا كاس افريقيا اسكو القائمه يديرها غلطه ولا مليحه ولا مش مليحه كاس افريقيا راح تجاوبنا والنتائج والمقابلات راح تجاوبنا القائمه دارها مدرب يتحمل المسؤوليه المدرب بكل صراحه ما نتفلسف ما نقول علا وجوال هذاك ما يدير فيه لا خلي المدرب دار قائمه هو المسؤول الاول والاخير على القائمه تاعو وعلى النتائج كي تبدا كاس افريقيا ان شاء الله ثم تقدر تعرف اسكو صح قائمه مليحه ولا مش مليحه زي ما بداش كاس افريقيا المدرب دار الخيارات نتاعو الفنيه الخيارات نتاعو تحترم الى غايه اثبات ذلك في كاس افريقيا اذا الكلام هذا زائد ولاعب فلان يكون دخر فلان يكون خلى فلان هذا ما يدي ما يجيب منه حتى فائده الكلام هذا خلاص صايب مدرب دار 27 لاعب هو المسؤول اذا ممكن 27 لاعب هذيا يوضوا الصوره فينا كوب دافريك ولا نحصلوا كاس افريقيا اذا الخيارات مضبوطه والقائمه صحيحه اللي دارها بالماضي وقائمه ممتازه
إذا المسؤول الأول والأخير هو المدرب بكل صراحة. إذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في الأخير متقانة مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.